سجاد مكان خدمة كانت زباين
ده تكليف يبقى ربنا ما يرضاش. يا ما في ناس بتقعد تحاول كتير، والله يكون داخل من أحد التجارة، ولكن أغلبنا كتير كتير. يبقى إحنا مش فاهمين مهما كانت تجارتنا قوة عمل ربنا معانا. يعني أنا متطلع إن أنا أعرف كل نفسي كمان ولا شيء، ولا للنبوة التي وردت في أشعياء 47
كانت بتقرا الكتاب كويس، كانت حافظه منه القطع بدليل ايه بقى؟ لو تقدر تستحق حنة ام صابئيل في صابئيل الاول اثنين، وتقدر تستحق العظمه في لوحه واحد، في لوحه اثنين في زيارتها لاليصابات، تلاقوا واحده كانت كثير بتجيبها حنة ام صابئيل. تمام؟ استعمل قيادة الكتاب المقدس في صلواته، زي ما بعضكم بيعمل كده لما يقف يصلي ما بيجيبش كلام من عنده، يكلم الله بإيه؟ بكلام مقسوم زي ما ظهر زي الجبل. فتعرف هذا الكلام من كلام صلواته، خلينا نتكلم بقى، تعرف الكتاب المقدس، عارف النبوات وعارف الصلوات وعارف التسابيح وعايش في هذه الحياة التي فيها حياة عملية حقيقية مع الله. قلها بعد شوية في الإمام الرعاة وقالوا لها إحنا جايين عشان نعين ونشوف اللي قالوا لها عليه جيش الملائكة اللي بره. قالوا لهم إيه الملائكة؟ قالوا لهم هذا الطفل موجود ومقام وهم أخذوا هذا الطفل هو يسوع مخلص العالم. يقول أنا مريم بعد ما بشرت الرعاة مع هذا الكلام ده، فكان تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها في لغة 2:19. كبر صبر بعد يعني 40 يوم راح عشان تقدم عنه الفدية اللي تعملها في الهيكة، فشافه سمعان الشيخ وحمله على ذراعيه وبارك الله قال التصريحه بتاعته من جهه هذا الموضوع العجيب، وانه سيكون سبب من قيام مصلحه الكثيرين، وان النبي سيتم الخلاص وفيها تتحقق كل النبوات. يقول بنهايه التصريحه قال: واما مريم فكانت تحفظ كل هذا الكلام متفكره به في قلبها. شفت بعض حضرتك بتفكر فيه، بتفكر لي على فهمك طبعا فهم كل حاجه ومدركه لكل الامور، وعارف ان اللي انا بتيجي ده مش حكايه على ايديا ومين، هو الله اللي خلقني، هو الله اللي انشاني، هو الله اللي اوجدني. هذا هو الله المتجسد او عظيم المتوسل الاخر الله ظهر في الجسد. وهي من الى خدام تخدم ما يريد الله منه. ويقول كده الكتاب عن المسيح في لوقا: وكان الصبي امامها لم امه يلبو ويتقوى في الجسد وفي المعرفه ويتقوى بالروح. اما من جهه الحكمه يكمل معلمنا لوقا يقول: ممتلئا حكمه. هو انسان زينا في كل شيء، شبهنا في كل الامور. اتولد طفل وبدا يكبر، اتعلم الكلام من امه، بدا ينطق ويتكلم، بدا يتحرك، بيعمل في العلم والمعرفه الانسانيه زيه زينا. انسان كامل في كل شيء، ما كان يستطيع ابدا. اما من جهه الحكمه فكان ممتلئا. ليه؟ لأن هو أمر الحكمة أن نتحد به، لأن اللي حدد إنشاء العظام مريم هو الله الكلمة الأكون مثال، وأخذ منها جسد وصار الله متحدا بالناسوت، والناسوت متحد باللاهوت من هذه اللحظة التي بدأ يتكون فيها الجميل في بطنها. فعشان كده هي عارفة إنه وإن كان قدامها طفل أو بيه رونية أو الصبي وبدأ يكبر، ولكنها مجدد في الإيه؟ الحكم هو كل من الحكمة طبعا، عشان كده بعد شهرين وبقى عنده 12 سنة تقريبا، وهم ماشيين بينفذوا تعليم الناموس، وراحوا طالعين يقتلوا العيد في الهيكل، وراح يسوع مع أم مريم ومع يوسف خطيب أمه أو أبوه بالجسد قدام الناس.
حتى لو كنا نقعد فيهم خالص، يبقى لنا تقريبا بكره ميه.
تسليم من كل اللي كان بيشوف محمد عيسى ومشي وجابني كان يجيبه قلعه ضده وجابه على اليمين. مين اللي قدر يقف معاه؟ اعداد محدوده ما كملش صوت كده ومهما العذراء وقف على الصليب تم كل حاجه الى اخر نسمه في الحياه. ايه يا عذراء؟ ايه هو ايمانك؟ تقول ايمانك زي ذكر ابراهيم الذي قال وايمانك اسحاق فالله يستطيع ايه؟ ان يقيموا وان يرجعوا حل المره الاخرى. وان مات يسوع المسيح على الصليب فسيقوم لانه الاله الخالق لانه مخلص. هو ده كان ايمان العمل الواجب على المسيح. عشان كده قدر بالرغم من صعوبه الموقف وكل ما فيه من الالام انها تحتمل التجربه للنهايه واقفه جنب الصليب الى ان انزلته بيديها واستقبلته في حضنها وراحت مع اللي راحوا ب 14 مخطط في القبر بايديها. مشي يا عمر وسيد ابني في القبر تقول لما انا هرجع لايه؟ انا وسط. علشان كده لما راحوا المريمات وبدوا يتشككوا والتلاميذ في الاول ضربوا خماس ازاز وهم مش عارفين عن احداث القيامه لم يذكر الكتاب عنها انها ارتابت او انها هبت او انها شككت. قال يعني ايه؟ ما هو قال وفي اليوم السادس تقوم من الاموات. كده الموضوع ايمان خرق ايمان ثابت هي دي العظمه. هو ده فكرها في ابنها. هو ده الاله الحقيقي الذي عاش في عذراء مريم منذ طفولتها وقبل ان تحمل او تحمل بالابن الكامل ومن بعد ان ولدته وبعد ان سئل وقام من بين الاموات الايمان ثابت لا يتعرض. اوعى تفتكر ان العالم ما كانش فاهم الكلام. الفرق بين الانسان المؤمن والغير مؤمن هو ايه؟ مش المعرفه. يا ما في ناس كتير عرفوا المسيح ويا ما في ناس كتير شافوا. هما اللي كانوا بيشوفوا بيشوفوا اسلوبه دول ما كانوش شافوا المسيح. مش عاينوه ولا ايه؟ لكن هناك فرق بين من يعرف بايمان قوي من القلب ومن يعرف معرفه صحيحه. يوحنا الحبيب لما قال هذا الذي سمعنا عنه ورأته أعيننا ولمسته أيدينا ما كانش يقصد اللمس الحاسة الجسدية ولا النظر الجسدي ولا المعرفة المحدودة البشرية. أيام كتير عرفوا المسيح لكنهم عرفوا وأيقنوا إن هذا هو حكم الله الظاهر في الجسد. يا ترى إحنا فينا هذا المستوى؟ يا بنت المسيح اللي بتعمل معاه كده ولا لسه معرفتنا بالمسيح معرفه نظريه؟ سيد المسيح نفسه قال طوبى لاعينكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع لان ملوك وانبياء كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا. طيب يا ترى احنا فعلا شايفين وسامعين ومؤمنين بان الكائن معنا هو يسوع المسيح ولا لسه الموضوع يمكن قوي جدا؟ بندخل نتناول من جسد الرب ودمه ونحن كلنا ايقان وثقه كامله بان هذا هو يسوع المسيح المخلص الذي ذكر من الاعذار وسلب عنا على الصليب وقبر وقام من اجل الاموات والنجاه من الاحتمال ان يكون. هل لما بندخل في التجارب والخبرات اللي بنعمل مع ربنا ازاي؟ هل لما بيكون لنا خبرات ولينا احتياجات بنتعامل مع ربنا ازاي؟ يعطينا الرب ايمان من ايمان في ستنا وامنا وعذراء مريم.
Gracias.